بداية أود أن أعلق على التصريح الذي تم نشره في جريدة الرائع على لسان المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبد الله العويسي. والأمانة من خلال متابعتي للقطاع العقاري خلال سنوات طويلة لم أشاهد مثل هذه التوصيات والدراسات الفنية التي وضعت يدها على المشكلة والحل معا. ومن تلك التوصيات التي ذكرها التقرير تفعيل رقابة بلدية الكويت على العقارات المخالفة لنسب البناء، بالإضافة إلى زيادة تعرفة فاتورة الكهرباء والماء على المنزل الثاني من 2 فلس إلى 38 فلس. وأريد أن أوضح نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بهذا المقترح وبهذه الزيادة على فاتورة الكهرباء والماء، أن التقرير أوضح أن هذه الزيادة لن تتم إلا في حالة ثبوت أن المنزل الثاني يستخدم استخداما استثماريا، أي أنه سيتم فحص هذا المنزل والتأكد من أن هذا المنزل لا يسكنه أبناء صاحب العقار أو أولاده إذا يعني ثبت ذلك. أما إذا ثبت أن الاستخدام استخدام طبيعي واستخدام لعائلته الممتدة، فلن يكون هناك أي داعي لزيادة فاتورة الكهرباء والماء. فأرجو الانتباه إلى أن هذه النقطة مهمة جدا، وأن تكون واضحة للجميع أن الزيادة لن تطول من يستخدم العقار استخداما طبيعيا، بل أنها زيادة مستحقة على من يقوم باستخدام العقارات السكنية استخداما استثماريا. كذلك ورد في التقرير أن هناك زيادة تصاعدية على ضريبة الأراضي الفضاء، وكذلك بالإضافة إلى إقرار قانون إنشاء هيئة الأراضي والعقارات وقانون اتحاد الملاك لتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكيات المشتركة. وللأمانة في لي تعليق على هذا الموضوع، أن خلال سنوات طويلة في قطاع العقارات الاستثمارية وخاصة بما يتعلق في شقق التمليك، هناك مجموعة من النزاعات أو كثير من المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع بين المطور العقاري والشركة المالكة للعقار الاستثماري والمستثمرين من جانب آخر. لا يوجد هناك إلزام لتشكيل لجنة اتحاد الملاك، ولا يوجد هناك إلزام للمستثمرين بدفع رسوم الصيانة، وبالتالي تسوء حالة العقار الاستثماري الذي تم بيعه في هذه الطريقة لطريقة العقارات المشتركة. فورد بالتقرير هناك حلول كثيرة طالت هذا القطاع الذي للأمانة هذه المقترحات هي مقترحات مستحقة، وأرجو أن ويعني أتمنى أن ترى النور خلال هذه الحقبة الإصلاحية التي تمر بها البلاد. وأريد أن أوضح في النهاية أن هذه المقترحات والتوصيات هي مجرد مقترحات أولية قد لا يتم اعتمادها بشكل نهائي إلا بعد أن تأخذ الدورة المستندية الخاصة في إقرار مثل هذه التعديلات، خاصة أنها تتعلق في إصدار بعض القوانين. لذلك أود أن أوضح أن هذه مجرد مقترحات ليست نهائية وليست ملزمة لأي جهة، فهي مجرد أفكار سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم ستأخذ الدورة المستندية الخاصة إذا تم اعتمادها بشكل نهائي وإقرارها في نهاية المطاف. أما بالنسبة لتأثير هذه التوصيات أو القرارات على أسعار العقارات السكنية، دعني أفصل بهذا الموضوع أو أفصل هذا الموضوع إلى جزئين. الجزء الأول أسعار العقارات انخفاضا أم صعودا، والجزء الثاني هي قيمة الإيجارات. بالنسبة لأسعار العقارات، أنا أشوف أن الأسعار لن تتأثر بشكل مباشر، يعني لا أعتقد أن يكون هناك انخفاضا بسبب هذه الإجراءات أو القرارات، لأن هذه القرارات لكي تنفذ وتكون قابلة للتنفيذ تحتاج فترة طويلة لتنفيذها، وحتى بعد إقرارها تحتاج سنوات
حتى يستوعب السوق أو قطاع العقارات السكنية هذه القرارات، ومن ثم قد يكون لها تأثير، لكن برأيي لن يكون هناك تأثير لهذه القرارات على أسعار العقارات سواء كان صعودا أم نزولا. لكن لكل حادث حديث، يجب أن يسأل هذا السؤال في حالة إقرار هذه التوصيات وصدورها بشكل نهائي، قد يكون هناك تحليل آخر أو توقعات سواء بالصعود أو بالنزول. أما بالنسبة لقيمة الإيجارات، بوجهة نظري أن هناك تجارب سابقة في العقارات الاستثمارية، فقد تم زيادة تعرفة الكهرباء أو فاتورة الكهرباء والماء على العقارات الاستثمارية، ولم يعني تصعد قيمة الإيجارات في الشقق الاستثمار الشقق السكنية للعمارات الاستثمارية، بل انها يعني تأثرت وانخفضت قيمة الإيجارات في البنايات الاستثمارية. واعتقد من وجهة نظري ان زيادة تعرفة الكهرباء والماء ستؤثر بشكل مباشر على من يستخدم قطاع العقارات السكنية استخدام سيء او استخدام لفقط جني الأرباح، وأعتقد أن ستخفض قيمة العائد الاستثماري على العقارات السكنية، وبالتالي سيقوم المستثمرين في هذا القطاع بتغيير خططهم أو أنهم يبحثون عن استثمارات أو أدوات أخرى يتم تولد أرباح أكثر من التي تولدها قطاع العقارات السكنية إذا تم تطبيق هذه التوصيات.